اسمه تغيير الجزئي لمفصل الركبه، او تغيير الكامل للحجره الداخليه لمفصل الركبه بشكل ادق. يعني ايه تغيير جزئي؟ احنا الركبه دي من ثلاث مفاصل او ثلاث حجرات، داخليه وخارجيه والثالثه اللي هي مع الصابونه. عاده الخشونه بتبتدي في ناحيه وتبروجريس او تكمل وتاخد بقيه الركبه. فمن زمان قوي بنحاول ندور على حل عشان نقلل حجم الجراحه دي شويه، بدل ما نغير المفصل كله نغير الحته اللي فيها المشكله. وظهر بقى كذا جيل للمفاصل دي من زمان، من سنين طويله ظهرت وتختفي المشاكل فيها وترجع تاني، لغايه الجيل الجديد ده نتائجه كويسه جدا، بقاله كام سنه بره مصر، عندنا بقاله شويه، اشتغلنا شويه حالات جوه الجامعه ونتائجها كويسه جدا. الفكره فيه ان احنا نلاقي المريض اللي هيستفيد بشكل كبير منه. يعني ايه؟ يعني في شويه كرايتيريا او شويه مواصفات للعيان اللي هيستفيد من هذا النوع من المفصل، مش لازم اركب له المفصل الكامل. فاهم حاجه في نجاحه اختيار المريض المناسب ان اركب له نوع المفصل. هو المريض كده كده سواء محتاج تغيير كلي او جزئي للمفصل، جاي ركبته بتوجعه وهو مش هيبقى عارف هو محتاج ايه طبعا بالظبط. اهم حاجه ان يكون الخشونه لسه في حجره واحده، الحجره اللي احنا هندخلها، يعني كل الخشونه في الجزء اللي انا هغيره بالعمليه دي بالظبط. ما ينفعش نعمل له في اكتر من حجره، ان هو اسمه يوني كومبارتمنت او حجره واحده، لازم يكون الخشونه في حجره واحده بس. التاني اهم حاجه ان اربطه الركبه كلها تكون سليمه، لان انا مش بصلح في اربطه الركبه خالص ولا بشتغل على اربطه الركبه خالص، كل الشغل على جزء العظم اللي متاكل. فلو العيان ده عنده رباط صليبي مقطوع زمان ما ينفعش اعمل له مثلا، او رباط جانبي او رباط داخلي. هو تغيير المفاصل كلها بشكل عام، يعني بنغير سطح المفصل، مفصل سطحه متاكل فبنشيل البواقي اللي متاكله ونحط مفصل جديد. في الركبه عاده ده بيبقى من ثلاث اجزاء، جزء خاص للفخذ وجزء خاص للقصبه وما بينهم جزء بلاستيك ثالث. ده سواء في الركبه الكامله او في نص المفصل او التغيير الجزئي اللي احنا بنتكلم عليه. فهم في الاخر ثلاث اجزاء، احيانا في المفصل الكامل جزء رابع للصابونه او للرطفه، لكن في ده مفيش. يعني احنا بنتكلم في ثلاث اجزاء، جزئين معدن، واحد راكب في القصبه وواحد راكب في الفخذ، والثالث ما بينهم جزء بلاستيك. بنفتح الركبه طبعا في النوع ده الفتحه اصغر بكتير من المفصل الكامل، فتحه اصغر بكتير، حوالي نص الفتحه العاديه بتاعه الركبه، فتحه حوالي 10 سنتي. ممكن تختلف شويه حسب وزن العيان، العيان المليان شويه هيحتاج فتحه اطول سنه، العيان الرفيع هيحتاج فتحه اصغر، بس في الاخر هي اصغر بكتير من الفتحه العاديه. بنفتح ونشوف المفصل طبعا، نشيل بواقي الغضاريف اللي متاكله بالات معينه وليها الات مختلفه خالص عن تغيير المفصل الكامل.